السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم يومنا نجال واحد كسو دواتي مروحي بلك يدوين هبدي كسو غاره بي كمعا وحق تلمشن كان وقبضا وقبضا وكرم وركن حق تلمشن كان ابو حاكم دا أقولك شوك وزارة بأرمها بدها وحمات الله وقفت عبدها الله وصو دورن وقدوميها يبدو مكبدوك وصو ادولها اسلام غوصات كدد مدى بالعوستان كنترك كربيس كيا قال عصبت لك ولا عاصمة جبت وحمات الله وقفت الشركة اللي ودحيو مدو قهرور بروبية دلك جيس كافريكا حق وراكا عالم قراه او بياران لبي يصدو قفايا كقر بحي ببن يشاك الله وكبا وانا قال حماتا كبا عي السوح كي يلم لجلد الكتوك وبدو بكاعران انت اصيب وركي اوك وان حاكم اصدي اوفافاسن وركي الدلك الدلك شركة وزارة ارمها بدها وحماتا لبقرتي بحل لغو سو دورين ايو قدوميها ايو قدومي كحدوكا عصب ايو قلها اسم مغوصات كدب مدى بالعوستاء كدب مركي اللو مقا عابو قدومي هورو قلها اسم مغوصات كدب مدى بالعوستاء دوقا مقالدها على اسماعيل يابي وحمانت ساعد مركي هاتا ساقالك سبحان الله لغو قبطي اقولك شركة وزارة ارمها بدها دورشا لغو سو دورين ايو قدوميها ايو قدومي كحدوكا عصب ايو قلها اسم مغوصات كدب مدى بالعوستاء الدورشة باسي وحا كوركا كلا سعودي حضيها قيد وزارة الرمها قدها حسن عمر محمد وحنا كقير قاتي حمها قبلها اسم مفاسات كدب مدى بلا عوصة وحنا اوتولي او سبا كلا كقير قاتي دوقة مقال مدى حدو تبوتي اهما قدومي وراء اسم مفاسات كدب مدى بلا عوصة علي اسماعيل ايابي وحنا الكاسي السيبو حدا حمها ايجو كجرة الدولها اسم مفاسات كدب مدى ابلا عوصتو اي اما دعابينا مدو دورتين قدوميها دولها اسم مفاسات كدب مدى ابلا عوصتا ابو بكر موسيح عرق وحنا اصدو كله كبب لاو دورتين قدومي كحدوينكا الدولها اسم مفاسات كدب مدى ابلا عوصتا مداني حسن الداهر حاد أبنحي تاسيح أوسي وناكسن أغد عدي أقولك شركة وزارة أرمها أبنها وحمركي التغيي وراقبها حاسي قوش أيكر عدي أجدد الدوميها دلها اسم مفاسات كدب مدى بالعوصة أبو بكر موسيح عرق أكدبنا وحلو قدي إتلتانك أبنحي تيه الوقات يجد دومي كحدوينك أبنها اسم مفاسات كدب مدى بالعوصة وحنا اجدد اسي اكو بولوستي حسن باهر حاد الجابن او مناسبة داسي وكتجيبو بدومي حواصل او بلاح اسم الغوصات كدب مدى بلا عوصت بني ابو بكر موسى عرق وحو عدوي ان هوش يحيل كاسي لقيق لون ببي وقادي بلسي هاي او بمهمنا اي سيديان ان اتصير عن اكل ابن الله دم استراء وحنا وغد بعدي بدومي حواصل او بلاح اسم الغوصات كدب مدى بلا عوصت ابو بكر موسى عرق حمها ادوها سي اي سيبو بدا اي وصل بحان حيل كودا السبنا الله سغد بدا التحديات كهور يلا بلها اسم مغوصات كأدب مدى عبد الله عوصة يو كسو بنامري هذا الكرداب نالك اسم كتشيدي قدوميها اسم بلها اسم مغوصات كأدب مدى عبد الله عوصة ابو بكر موسيح عرق كدب الدورشة داسي وزيرك أرمها بدها إذا بلارك مامك قبلها مدن ياسين علم بوحيا قابري قدوميها أصب أبلها اسم مغوصات أبلها اسم مغوصات كدب مدى أبلها عوصتا أبو بكر موسيح عره إيا قدومي كحدوم كيسا حسن الداهر حد وزيرك أرمها بدها إذا بلارك مامك قبلها مدن ياسين علم بوحيا قابري لابدا قدومي أصب أبلها قدوميها بلها اسم مهوسات كأدب مدى أبو العوصة يبدو لكو حدود كي سباء كدب أوحان وريسيح آن ليا لما يبدو ميها أصب أبو لها اسم مهوسات كأدب مدى أبو العوصة أبو بكر موسى عره يبدو لكو حدود كي سباء حسن الظاهر حاد أوحان أبو هريتي أبو ديني بل درين كوغة إن أي مغور عمان والله شعورتي وشعورتي هرتا من
sida madaxweyne kadib markii laga soo gudbay doorashooyinkii magaalada hoosaadka iyo hay-adaha laga joogay
سفيرك حجبوتي وجود هندية يوسف عمر عبد العالي هيا قبل قادية حفلة داسي وحانا وجود وكرقين قاتل وكلا أقص على حكومة هندية دندروش ودمضى الشيشي وجود هندية إيو وكالي ظهر جبوتي يولي والصومالي دي بدقن أدلك هندية أهلاً أجمع المناسبة داسي وكتب السفير كجبوت وجود هندية يوسف عمر عبد العالي وحاول عدي إن طلبوا من أكل الدور أخص لسان هرمك بقم بقالة دلقة إيا تنمو ببلا غير بشي أدلق الجمهورية جبوتي وحنا السفير كتبع حي إن أكفر حسيها قم قوال حسك سنة قولها صدنا دي قصي وردي حرم لها الدلقة السفير كجبوت وجود هندية يوسف عمر عبد العالي وحاول ونكسن أقول رجيدي مرحوينها أدلق بدوني هبلا حكم مدى مدنى اسماعيل عمر الدولي اللي يولي ما شعبه غريل جبوتي حسك سنة قرها صدنا بكسي ورغي حرم مدى بلقى وقيد هوتيل كبالاسي كامبيسكي يوكي ولا عاصمة دي جبوتي محمد الله مقبتي شبكي اللي بعد اوين بحوي ميدوغا الرور جروب اللي بلقى جيسكا افريكا شركة سيح وحا اجندها وبجروا قرشها وحا قبط كيسكاشيقة حق السياسة ايوتا بيبنبدا وقرشها سينا وحا وهمت قصر لايسن حق بيها التمرتا حوجين تسجد ونبنبا ايو هرمركا ادسمها با اسم لو جارو هرمركا حق بقالها النبدا ايو ربا ادقناشها ابنعا ادلكا اجبوتي الشركة سي اللا بعد يبح يبدو قرار يبقى دلقا جيسك افريكا وحا وقيم قاتي اجاسمها حافيسك مدحوينها دلقا مدنى اسماعيل حسين تاني حضيها قود وزارة ارميها ديبه يسكاشي عالمي بدري علي بقرار السفير كجبوتي اوتشو دا مجالة بروكسلس محمد ابنوس الشهن اجاسمها مالبش ديبه وزارة مالبيدة المس محمد عبد الله يجاسمها كمالجارك يهي اراها عالمي محمد بن زفارة وحنا بمانتو دي مسؤولين تسليك لبيرا عبدالين مهمود دا الشركة وحنا السودين وعن اوان حسنا وفيدين حمله يبو كسوري اميدو دا رمي وكتاو تاتي الشركة مي اللباد او بحرايا ميدو غهراري اليو ادلك ديس كافريكا او ماتا اكدعي او تولكا اقلاسي كان ديسكي اي عاصمة دا جبوتي كبير وحن ورسان الله يلغى حضيها قود وزارة الرمانة الدبادة مدامة بدري على البطارة وحن ورأيت أن يدينا بل إنه نوفا فهيو وجددها الشركة الوقفتي الشركة مانتا حركة ناقوها واني كمبسكي وحن نكوشي قاشيها الوقفتي بروسل بشي سنة كان بشي أفراد وحن جدي سنة واحد تاعي سيدي ودمة دا يوروبيان كي ودمة دا مجيسكا أفريكا أي إلها نهايين ولا شخصين نهايين نروح وجن لها برنامجيو بدن ودك إن حتى قوة قارة مهمة وشتي أسواح كمدة بيها كمدة وح كمدة محيط السيدي لو بيرنا بكدها وح كمدة أكل السيدي أنوزيا كمدة وحبيان في ذلك وبرنامجيو السيدي عن قرط دوتا فرنسيسكا خوشيغيوا مهمة ودك إن مهمة جيس كم مهمة ودنا لكم زاد مهمة وقصوري لو سوى الشقي سيدي كلو مال مال لها سيدي لو هرقين لها يا مارتي لو الشقي سي شركة نحن وقود مدينة نوح اللي راهو بران داكشون يا محي هذي انسكرانو يا ناكو أدوتين دونا لانغاسي ونو هدو طولي حوكي لو هرقين لها محي هذي مشاريع لها بوين مهمة وإنك عرب خلص حقا ورقا عالمك او بيلا لبي وصدق قفايا كو قربحي بطل يشانك الله يكون دعو عمين قرح مانتا كدعي السوق كل يوم مجالة كبكوكي وطيقا
shaar baabuur amnimaysan ayaa saaka afooda loo gashay suuqa lagu magacaabo ee marley ee ku yaala magaalada kirkuk ee waqooyiga ciraaq. waxaana xala sheegayaa inuu baxlan waxna lagu soo waramayaa in wakhtigaasi dad badan ay joogeen suuqaasi oo wacan ka gadanayeen. waxaa kaloo la sheegayaa abaabuur burburkaasi sababay qarax burburkaasi uu sababay qaraxaasi in welidad ay ku hoos jiraan sida uu sheegayo agaasimo ku-xigeenka ciidamada booliiska ee magaalada tuus qurbantan iyo maqarnaal xuseen cali rashiid. qaraxani ayaa ku soo beegnay kadib markay gelgeleen qaraxyo kala duwan caasimada baqdaad ee dalka ciraaq. qaraxyadu bacnaana waxay dhacay maalintii ashada tale waxaana halkaasi ku dhintay 17 qof. qaraxyada kala duwan laga geysto alaabada caasimada baqdaad ee dalka ciraaq waxaa lagu eedeynayaa in ay ka dambeeyaan kooxo gacansare leh shabakada alqaacida oo madaxa ka yahay usama bin laden. dagaalada u dhexeeya ciidamada ah baakistan iyo ardada ahmedidiinta ayaa weli kasii socda masjidka caasi ku yaala magaalada islaamabad ee dalka baakistan. ciidamada baakistan ayaa lagu soo waramayaa in maanta xoog ay ku galeen madarsada ku taala masjidka cas, waxaana la sheegayaa halkaasi in ay ku dhineen laba dhalinyaro oo wakhtigaasi ratoonays dhiiban. sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta baakistan, weli waxaa masjidkaasi gudihiisa ku jira arday badan oo afduub u haysta haween iyo weliba caruur badan. warqadu waxay taa ku darayaan in madaxweynaha dalka baakistan barvez musharaf uu ku hanjabay in xoog laga soo saari doono ardaydaasi haddii ay isdib waayaan. warqaduna waxay taas gees kale ku darayaan in iska horumaadadii saaka dhacay ee dhexmaray ciidamada booliiska iyo ardayda mutatiinta uu socday hal saaco, ilaa imika mas-uuliyiinta baakistan inaba shaaca kamay qaadin in ay sii joogteen doonaan weerarada ay ku ekeenayaan dhalinta ardayda mutatiinta iyagoo gudaha ku jira masjidka caasi ku yaala magaalada islaamabad ee dalka baakistan. qodobkaasi ayaa dhowrayaal ugu dambeeyay warwixii dalka iyo dowladaha uu kasoo gaaray hadalkana caawa inta dib u kulmi doono gannaashinna meel kasoo joogtaan oo naga daawanaysaan waxaan iga tegnay sidaas iyo nabadgelyo.